السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. في هذا المقطع راح اشرح لكم شنو تسوون اول ما يظهر لكم خصم. بس قبل لا نبدا المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه. خليكم مع المقطع. اولا شباب، اول ما يظهر لك الخصم، مثلا نفرض هذا الخصم ماكس بي بي تي، مثلا نضغط اكس، ندخل على تفاصيل الخصم يوزر ديتيلز، راح تظهر لنا كم الخصم. في تفاصيل مهمة راح أذكرها لكم: كم تصنيف الخصم، كم فايز كم خاسر، كم متعادل، كم نسبة فوزه، كم ونستريكه الحالي، وكم أكثر ونستريك عنده، وكم هدف استقبل، وكم هدف سجل. هذه التفاصيل اللي ذكرتها. ناس ما تشوفون تصنيفها 727 مباراة، فاز 101، خسر 99، تعادل 27، نسبة فوزه 44.5، الفوز المتتالي الحالي عنده 2، أكثر شيء 5. يعني هذه التفاصيل مهمة. لو كان عنده 4 فوز أعرف إنه هو عنده بونس، هذه الحالة الخصم راح يكون قوي جدا. هذه التفاصيل مهمة. اللي تحت اللي على اليسار average goals، هذا معدل أهدافه في المباراة الواحد 2.41، يعني معدل أهدافه هدفين كل مباراة. 2.44 يعني معدل استقباله في المباراة الواحدة هدفين أقل شيء. هذا الخصم يعني تقدر تقول نسبة استقبالين ونسبة تسجيله 2. تحط في بالك هذه الشغلة. بعد ما خلصنا ننتقل إلى الخطوة الثانية، تضغط إكس على نفس اليوزر، تروح على كلمة اسمها current squad أو بالعربي التشكيلة الحالية، تضغط راح تظهر لك ثلاثة مدربين، راح يظهرون لك المدربين. كل لاعب، كل خصم يستخدم ثلاثة مدربين يقدر. مثلا نضغط R1 يظهر هذا المدرب المساعد. المساعد شنو نعرفه؟ هو اللي باللون الرصاصي 90 بالرصاصي. المدرب الرصاصي يعني عنده 2 مساعدين، زائد اللي باللون الازرق هو المدرب الاساسي. المدرب الاساسي هذا 4-2-2-2، المدرب المساعد 4-2-2 نفسه، المدرب المساعد الثالث نفسه المدرب 4-2-2-2. يعني هذا الخصم قبل لا نروح نسوي له مين مارك، اول شيء نتاكد مراكز اللاعبين، شوف عنده خربطه في مراكز اللاعبين، هذا يعني مو مهتم في تشكيله ثانيه ما يستخدمه. في هذه الحاله نقدر نراقب بيكام ونراقب رونالدينيو والاطراف حق ما يلعب رفعات، ونراقب ميسي وراشفورد. لو كان خصمك يستخدم ثلاث مدربين، كل مدرب مراكز اللاعبين مختلفين، يعني مثلا في الاولى بيكام في اليمين، مثلا في الثانيه بيكام على اليسار وميسي في اليمين، يعني مخربطه بحيث ان مراكز صحيحه ولكن نقلنا من يمين يسار. في هذه الحالة المان ماركينج، الرقابة اللصيقة راح تكون صعبة جدا، فما أنصحكم أن تسوون رقابة لصيقة في هذه الحالة. أفضل شيء أنك تسوي رقابة لصيقة في حال خصم يلعب ثلاثة مدربين كلهم نفس الشيء أو كلهم مشابهين إلى المراكز. في هذه الحالة نقدر نسوي مان ماركينج، لأن لو سوى تغيير على المدرب راح يخل عملية الرقابة عنده، وهذا يخلق ثغرات في الدفاع. فالفكرة يا شباب، احنا نشوف الخصم مو منها نشوف كم الفورمة عند لعيبة، مثلا من بي من سي من دي، نشوف فريقة يعني بشكل عام نستفيد، نعرف ان هذا الخصم والله عنده الحارس فورمة، نعرف ان دفاعاته كلهم سي اغلبهم. فهذه تفاصيل مهمة انك تخليك تدخل مباراة انت مطمئن، ولو مع انه ما في طمأنينة مع كونامي، ولكن وبالنسبة يعني تخليك تعطيك ثقة او افضلية على خصمك. اتمنى المقطع نال اعجابكم يا شباب، إن شاء الله راح نكثر من هذه الفيديوهات بشكل يومي. لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك. شكرا يا شباب.